كلمة الرقيب. رقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. يبقى كلمة رقيب معناها الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. كل الأمور يراها، كل الأمور يلحظها، كل الأمور بيده. يبقى معنى كلمة رقيب هو الحافظ الذي يرى ويعلم ويسمع، وكل الأمور يلاحظها بنفسه وبقدرته وكيونته. يبقى هو الملاحظ وهو الحافظ لكل شيء. دي معنى كلمة رقيب. طيب معنى كلمة ارتقب معناها انتظر. معنى كلمة المراقبة أو الرقابة هو العمل الذي يقوم به الرقيب. اسم للعمل الذي يقوم به الرقيب يسمى مراقبة. طب من هو المراقب؟ المراقب هو الشرير الذي تتم ملاحظته أو مراقبته درءا لشره. يبقى المراقب إنسان مراقب، ده عبارة عن إنسان تتم مراقبة هذا الإنسان إما دفعا أو درءا لشره وإما لنصيحته. ده المراقب. المراقب هو الذي يراقب ويلاحظ بناء على ما لديه من تعليمات. يبقى ده الرقيب هو الذي يلاحظ وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، وهو رب العزة جل وعلا، لأنه قيل بأنه اسم من أسماء رب العزة جل وعلا، وصفة من صفاته، ومعنى من معاني المولى جل وعلا، أو معنى من معاني كلمات المولى سبحانه وتعالى. يبقى ده الرقيب. ذكر لفظ الرقيب في القرآن الكريم ثلاث مرات. لفظ رقيب ذكر ثلاث مرات. وارتقبهم أو وارتقبوا إني معكم رقيب. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى كلمة رقيب أو هذا اللفظ ذكر في القرآن ثلاث مرات. كلمة رقيبا ذكر مرتين. إن الله كان على كل شيء رقيبا. وكان الله عليكم رقيبا. يبقى رقيبا ذكر مرتين. طيب فارتقب ذكر برضه مرتين. فارتقبهم واصطبر. وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يبقى عندما ننظر إلى هذه الألفاظ التي ذكرت في القرآن 12 مرة بمشتملاتها أو بألفاظها التالية، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. يبقى يترقب برضه ذكرت مرتين، فخرج منها خائفا يترقب. يبقى كلمة يترقب برضه ذكرت مرتين. فارتقبهم ذكرت مرة واحدة. فارتقب مرة واحدة، فارتقب مرتين. يبقى لما نجمع الألفاظ نجد المعنى يختلف في كل آية عن الأخرى. مرة تأتي بمعنى انتظر، مرة تأتي بمعنى العقاب، مرة تأتي بمعنى الحافظ، مرة تأتي بمعنى العالم والناظر والرائي. لذلك هذا اللفظ لفظ عام وشامل لمعاني كثيرة جدا. هذه المعاني ننظر أولا إلى العلم. فالعلم هو السيد، والعقل هو الأمير، والجوارح أو النفس وجوارحها هي المملكة. كيف يكون ذلك؟ إذا نظرنا إلى العقل والنفس نجد أن العقل أميرا على النفس. فإذا غفل العقل عن النفس هاجت الجوارح وتصرفت بلا محاسبة. يبقى العقل هو الموجه للنفس وهو المحاسب الأوحد للنفس. خدوا بالكم معايا. يبقى العقل ده هو الموجه الأوحد للنفس. النفس
هي التي بها الجوارح. الجوارح زي العينين زي الاذنين زي اليد زي البطن زي القدمين، الجوارح بتاعت الانسان زي الانسان. يبقى اللي بيتحكم في الجوارح النفس. طب اذا غاب العقل وغفل عن النفس تصرفت الجوارح ربما وليها اجل. زي الانسان ملوش عقل، ما عندوش عقل، بيتصرف تصرفات انت نفسك بتقول ده ما عندوش عقل بيها. انسان عقله غاب بسبب اي شيء ارتكبه، بسبب اي شيء تعاطاه، ما عندوش عقل. فده ما عندوش تفكير، تلاقي الجوارح بتاعته بتتصرف، انسان بيقول اي كلام، ايديه ورجليه بيعملوا اي شيء، تلاقي الجوارح بتاعته بتتصرف انه ما عندوش عقل. يبقى العقل سيد على النفس والجوارح. طيب العلم، العلم سيد على العقل. ليه؟ لان العقل هنا يتبع العلم. العقل بلا علم قيمته بسيطه، عقل بعلم قيمته عاليه. يبقى اللي يسير العقل هنا وبيسايره ويجعله بين الناس معلوما هو العلم. يبقى العلم هو السيد على العقل. لذلك الانسان اللي عنده عقل وما عندوش علم تلاقيه بعض الامور كثيره ما يعرفهاش، وعنده عقل ايضا انما ما عندوش علم. يبقى اذا هو قليل الحيله، قليل العلم. لكن اللي عنده علم وعنده عقل يستطيع ان يسيطر على النفس والجوارح. لذلك وجب علينا جميعا ان نتعلم، ان نعرف، ان نعي، ان نتفقه، الا يكن احدنا ينظر الى اخيه على انه هو الذي يعلمه. عايزين كلنا يبقى عندنا العلم يا اخوانا، مش عاوزين لان كل واحد مننا يجي عليه هم اللي يبني يساله، بنته تساله، مراته تساله، هيقول لك انتظر الى ان اسالك انسان. لا، اسعى للعلم، خلي اولادك يسعوا للعلم، عرف اولادك قيمه العلم، عرف اولادك الانسان ازاي يكون عقله متزن، ازاي عقله ده اللي هو مستغله في الخطا ازاي يستغله صح علشان الجوارح بتاعته تتصرف صح. يبقى ده عرفنا الوقت، العقل، العلم، النفس وما يتبعه.